كيفكن يا أصحابي؟ حمسينا تعرفوا شو اختبارنا اليوم؟ لحظات ومنبلش سوا. حلقتنا اليوم هي الفانتاستيك فومي فاونتن، ولنقدر نعمل اختبارنا نحن حنكون بحاجة لها مي سخنة، خميرة، كباية صغيرة، سائل ملون أو فود كولورينج، وفيكم تنقوا حيالله لون بدكن، سائل للجلي، مي الأكسجين يلي هي مثل المي العادية بس فيها كمية أكبر من الأكسجين، وأنينة. هات لنبلش يا أصحابي. أول شي بدنا نعمله بدنا نجيب الأنينة ونحطها قدامنا، بعدين بدنا نجيب مي الأكسجين ونعبي الأنينة، منعبيها تقريباً لربعة أو نصها مثل ما شايفين. من بعد ما نعمل هيك بدنا نجيب سائل ملون، بدنا نحط تقريباً 8 نقط. هات لنشوف. مثل ما قلت لكم يا أصحابي فيكم تنقوا حيالله لون بدكم. 5 6 7 8. كمان نخلطهم كتير منيح. أنا نقيت لون الأحمر. وهلأ بدنا نحط سائل للجلي، تقريباً فيكم تحطوا 8 نقط. وبنخلطهم شوي. وهلأ بدنا نحط ملعقة خميرة مثل ما شايفين، بعدين بدنا نحط 3 ملاعق مي سخنة. 1 2 3. وهلأ بدنا نخلطهم كتير كتير منيح رح يصيروا شوي قاسيين، بس ضلكن عم تخلطوا يا أصحابي. وبس تخلصوا خلط صار وقت لنبلش اختبارنا. هات لنشوف شو حيصير بس نخلط المواد يلي بقلب الكباية صغيرة مع الأنينة تبعنا. ودي قلكن انه بليز دايما عوزوا عوانات للحماية، او خلي حدا كبير يكون معكن حتى دايما يساعدكن. هات لنشوف شو حيصير. هتلاحظوا انه حيطلع رغوة كتير كتير كتير، ومشان هيك منسميها الفانتاستيك فومي ماونتن. وانا مأكد هلا يا اصحابي انه انتو عم تسألوا حالكن ليه هيك صار. هات لفسلكن. بس حطينا الخميرة يلي هو عنصر الأساسي باختبارنا، عمل تفاعل كتير سريع مع المي وخلى إنه الأكسجين تنقطع بشكل كلياً، مشان هيك صار عنا كل هالرغوة. وإذا بتقربوا إيدكن على الاختبار يا أصحابي بتلاحظوا إنه في حرارة عم تطلع، هيدا منسميه exothermic reaction، يعني بس يصير في تفاعل كتير سريع بحيالله اختبار منعمله حيطلع شوية حرارة. أوكي يا أصحابي، أنا كتير انبسطت معكم هالاختبار، بلاقيكم حلقة جاية من أوبس.